قطب جامعي جديد بثمانية ألاف مقعد بيداغوجي ستستفيد منه ولاية سوق أهراس. الأمر الذي سيخفف الضغط على جامعة محمد الشريف مساعدية ويمكن الطلبة والأساتذة من العمل في أريحية، خاصة وأن القطب صمم وفق هندسة معمارية معاصرة وفي موقع استراتيجي بالولاية. كل الأشغال تقريبا راهي في نسبة 90%، أشغال 5000 مقعد تقريبا هي مكتملة بنسبة 98%، يبقى أشغال ل 3000 مقعد اللي هي راهي في طور الإنجاز، إن شاء الله تكون جاهزة للدخول الجامعي. هذا القطب الجديد سيفك الاكتظاظ على القطب القديم وسيتم توجيه إليه كليتين، وبالتالي وهو مقابل للقطب القديم وهو مناسب جدا من أجل النقل. القطب الجامعي والذي سيكون جاهزا للاستغلال بداية السنة الجامعية القادمة سيفتح الآفاق نحو إدراج تخصصات جديدة تماشيا والطبيعة الجغرافية للولاية ومتطلبات سوق العمل. طبيعة المنطقة الرعوية الفلاحية أيضا التراثية والتاريخية، والتي نعمل إلى إيجاد عروض إن شاء الله تكوين جديدة تتلائم مع المنطقة، سيما مع التوجه الحالي للوصاية وللبلاد ككل، متعلقة باندماج الجامعة في الوحدة الاقتصادي والاجتماعي، متعلقة أيضا بالإضافات التي تقدمها الجامعة كمواطنة كخالقة للثروة كمؤطرة داخل المجتمع الجزائري. 4 إقامات جامعية ومطعم مركزي ومكتبة بثمانية ألاف مقعد وفندق للأساتذة ستجعل من الصرح الجديد قطبا جامعيا بامتياز.